إيمانا منا أن المنتدى العالمي الاجتماعي يشكل صوتا بديلا، شاركنا في هذه النسخة المنعقدة بعاصمة المكسيك تعزيزا للحضور المغربي ودعما للقضية الوطنية، رفقة مجموعة من الفعاليات التي تمثل مختلف أطياف المجتمع المدني الوطني. وقد مكن الحقيقة هذا المنتدى من تبادل الأفكار مع مجموعة من النشطاء غير الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن الترافع عن القضايا التي تهم المغرب سواء منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مغرب اليوم قطع أشواطا كبيرة في التنمية والديمقراطية وأصبح من الدول التي يحتذى بها في هذا الجانب، وأصبح من واجبنا اليوم الدفاع عن القضايا المصيرية لبلادنا. ومن هذا المنطلق تم تأسيس اللجنة المغربية المكسيكية لدعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وقد لقي هذه المبادرة قد لقيت دعما واسعا من المشاركين، خاصة في 4 أيام الأولى من عمر هذا المنتدى. ونظرا للزخم الذي أخذته هذه المبادرة تم الإنشاء الفعلي لهذه اللجنة، بحيث أنها قد تكونت من 18 عضو ومنظمة غير حكومية، فضلا عن مجموعة من الملاحظين كدولة إسبانيا وغواتيمالا والبرازيل وكولومبيا. وبعد وضع خطة عمل ووضع الأهداف اللازمة والاستراتيجية عمل واضحة المعالم، تم وضع تصور أولي تتقاطع فيه التجارب بين الطرفين، خاصة وأن دولة المكسيك هي دولة تقوم على نظام فيدرالي يكون الحكم الذاتي مبدأ أساسيا للتسيير وللحكمة.